قم بتبسيط 3x تربيع ناقص 8x زائد 7 زائد 2x تكعيب ناقص x تربيع زائد 8x ناقص 3. إذن عندما نبسط هذه فنحن سنقوم بجمع العبارات المتشابهة، وكتذكير لكم فإنه يمكننا أن نجمع أو نطرح العبارات المتشابهة أو نبسط العبارات المتشابهة. وكتذكير لما أعنيه بذلك أنه إذا كان لدي x تربيع زائد x تربيع فإن هذه العبارة متشابهة، كلاهما عبارات x مرفوعة لنفس القوة أي لنفس الدرجة، إذن هذا يساوي 2x تربيع. إذا كان لدي 3x تكعيب زائد 4x تكعيب، حسناً هذا يعني أن لدي 7x تكعيب، لكن لا يمكنني أن أخذ x تربيع زائد x تكعيب، لا يمكنني أن أبسطه بهذه الطريقة، إذن هذا لا يمكنه أن يبسط. هذه العبارات ليست متشابهة لأنها تحتوي على x، وهذه الـ x ليست من نفس الدرجة. وبهذا دعونا ننظر إلى x المرفوعة لنفس الدرجة. دعونا نبدأ بالدرجة الأعلى، إذن الدرجة الأعلى أو أعلى أس لـ x هنا هي x تكعيب، لكن يبدو أنه يوجد x واحدة مرفوعة للقوة الثالثة، إذن هذه لا يمكن أن تجمع أو تطرح مع أي شيء آخر، لذا دعونا نكتب ذلك هنا. إذا لدينا 2x تكعيب، ودعونا ننظر إلى عبارات x تربيع، هنا لدينا 3x تربيع ولدينا x تربيع هنا، فإذا أردنا أن نبسط يمكننا أن نجمع هاتين العبارتين، يمكننا أن نجمع، لذا دعوني أكتب ذلك بلون مختلف، يمكننا أن نجمع 3x تربيع مع x تربيع. إنني الآن أقوم بإعادة ترتيب، إنني أضع العبارات المتشابهة بجانب بعضها لكي تكون سهلة التبسيط. الآن دعونا نهتم لأمر عبارات x للقوة 1 أي عبارات x، لدينا عبارة ناقص 8x، دعوني أكتبها هنا، ومن ثم لدينا عبارة موجب 8x هنا، دعوني أكتب ذلك. إذن موجب 8x. ثم أخيرا دعونا ننظر إلى الثوابت، يمكننا أن نعتبرهم ضرب x للقوة 0، والثوابت هي لدينا موجب 7 هنا، إذن زائد 7، ومن ثم لدينا ناقص 3 هنا، إذن كل ما فعلته هو أنني استخدمت خاصية التبديل في الجمع حتى أغير ترتيب، أو في الجمع والطرح حتى أغير الترتيب الذي اتبعته. لقد قمت بتغيير ترتيب الأشياء حتى تصبح العبارات المتشابهة بجانب بعضها، لكن الآن يمكننا أن نبسط. إذا لدينا 2x تكعيب لا شيء نبسطه معها، لكن إذا طرحنا، إذا كان لدي، دعوني أفعل ذلك بنفس اللون الأزرق، إذا كان لدينا 3x تربيع وأخذنا منها x تربيع، حسنا بالتالي سيتبقى لدينا 2x تربيع، إذن هذا يساوي موجب 2x تربيع، ومن ثم إذا كان لدينا ناقص 8x وأضفنا لها 8x، أو يمكنك أن تقلب هذه، يمكنك أن تعتبر وكأنك تطرح 8x من موجب 8x، فإنهما ستحذفان وبالتالي تصبح 0. يمكنني أن أكتب زائد 0 هنا، لكن هذا سيكون بلا فائدة لأنه لا يغير من القيمة، ومن ثم أخيرا لدينا زائد 7 ناقص 3، حسنا إن هذا عبارة عن 7 ناقص 3 يساوي 4، إذا لدي 4 وقد انتهينا. لقد قمنا بتبسيطها 2x تكعيب زائد 2x تربيع زائد 4.